كورونا، لكن الدافع بيكهام باك رايت مفيش حاجه ظاهره مش كده خالص يعني. بقول لكن محمد هاني في كل اللعيبه، هو بص هاني جاهز، كل اللعيبه جاهز وكل اللعيبه جاهز. مساله التشكيل عشان كده يعني لو انا بساله بقول من وجهه نظرك، لان محدش عارف والراجل بيفكر ازاي. استقر يعني لازم هتلاقي في اختلاف. الوحيد اللي يعرف التشكيل موسيماني، هو اللي عارف تشكيله. بتفتكر طريقه اللعب واسلوبه هيتغير؟ مؤكد يعني دي برضو بتاعت موسيماني، انه يغير تشكيله او ممكن يعني ما تغيرش اسلوبك، بس يتغير وظائف لعيبه داخل الملعب، مسؤوليات زي ما كابتن عادل بيقول، وتلعب بالشكل بتاعك، وفي حاله الهجوم بشكلك ازاي، في حاله الدفاع، وتبدا لعيبه تاخد وظائف زياده او وظائف يعني على مركزها عشان تبدا تعمل التغيير اللي داخل الملعب. طيب كمان الاخبار المس